أنا أسأل سيادتك، هذا الكتاب الجميل لسه أنا لم أقرأه، اللي هو حضرتك أستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت، نحو تأسيس عصر ديني جديد. هل هذا الكلام الذي تقوله في هذا الكتاب تعتقد أنه مطلق ولا تشك فيه؟ وإن لا لا لحظة لحظة، أنا سأتولى الإجابة، أنا سيد الفاضل، أنا سأتولى هرد الإجابة. هرد على فضيلتك بعد ما تخلص. أنا أسأل سؤال، هرد على فضيلتك بعد ما تخلص. لو عايزني أرد دلوقتي أرد. أنت أستاذ اللغة العربية، هذا السؤال ليس حقيقيا، ليس سؤالا، في سؤال حقيقي وفي سؤال كذا، هذا السؤال تقريري لي أنا أرد عليه. إن كنت تعتقد حضرتك أن هذا الكلام مطلق فقد سقط مذهبك. وإن كنت تعتقد أنه مشكوك فيه فأرجو حين تتأكد أهدي إلي كتابك.